سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية الدكتور علي عبيد الظاهري أدلى بتوقعاته للدورتين السنويتين في الصين هذا العام والموضوعات التي يهتم بها. في الوقت نفسه تحدث حول الفرص التي سيوفرها إكسبو دبي للدول المشاركة، معربا عن توقعه للتعاون بين الصين والإمارات في مختلف المجالات. نثق في قدرة الحكومة على إنجاح هذا العرس السياسي السنوي المهم رغم كل التحديات، ونعتقد أن دورتي هذا العام ستضمنان محورا جديدا طرده الوضع المحلي والعالمي الراهن، لو هو استراتيجية الصين في مكافحة جائحة كوفيد 19 محليا ودوليا، والسبل التعاون الدولي لتخطي هذا التحدي العالمي في إطار بناء مجتمع مشترك المصير للبشرية. واليوم في ظل الاقتصاد القائم على المعرفة وفي ظل ما نعيشه من ثورة التقنية وثورة المعلومات وثورة الصناعية الرابعة، نجد أن كافة القطاعات بدأت تؤثر على بعضها البعض، ولم يعد للقرار السياسي أثر من عزل عن قطاع بعينه، بل بات هناك ترابط كبير بين القطاعات وبعضها ببعض. كما أن نهتم بشكل عام بجميع الأهداف التي وضعها المؤتمر 19 للحزب الشيوعي الصيني في إطار الخطة 50 13، لذلك أننا سنراقب كافة التشريعات التي يمكن أن تصدر، وخاصة التشريعات المرتبطة بالقضاء على الفقر نهائيا في الصين، والتشريعات الاقتصادية التي من شأنها الإضافة إلى الثقل الصيني على مستوى الاقتصاد العالمي، وكذلك الاستراتيجية الصينية في مكافحة جائحة كوفيد 19 محليا ودوليا. طبعا إكسبو 2020 والذي تأجل إلى عام 2021 نظرا للظروف الراهنة يعتبر حدث عالمي كبير ويقام لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وهي منطقة تنمو بسرعة وتتمتع بتركيبة سكانية ضخمة وشابة، وسيشكل الإكسبو فرصة فريدة للاقتصادات الدول المشاركة، حيث سيشكل المعرض منصة لا مثيل لها تواصل المجتمع الدولي بشكل مباشر مع المواطنين من مختلف أنحاء العالم. كما سيساهم المعرض في خلق الوعي وحشد الأفراد لفرص سياحية وتجارية مثيرة، ويخلق المعرض لكافة الدول المشاركة تجارب مميزة ورحلة استكشافية تعليمية فريدة، وسيجد المشاركون فرصة للتبادل المعرفي والثقافي والتجاري في ظل الاستثمار الكبير الذي يتم ضخه في موقع الحدث والبنية التحتية المرتبطة به. ويمكن للصين الاستفادة كغيرها من الدول المشاركة من الفرص التي سيخلقها المعرض نظرا لما تمتلكه إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام من بنية تحتية ومرافق لخدمة السكان والسياحة والأعمال على المدى الطويل. وعبر الإنشاءات وتخطيط السياحة وتطوير صناعات جديدة، ستخلق معارض الإكسبو مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، تحفيز للتنمية على مستوى المنطقة ككل. وكما يمكن للصين الاستفادة من إكسبو 2020 كمنصة تواصل ورئيسية تفتح مرحلة جديدة من الابتكار والإبداع والمعرفة. في ظل التوقعات لأن يشكل القادمون من خارج الإمارات 70% من زوار إكسبو 2020، فإنه يعني أن الصين بإمكانها الترويج لثقافتها وسياحتها ومصانعها من خلال تواجد المعرض، وخاصة تطورها التكنولوجي لاكتساب المزيد من الفرص الهائلة التي ستقدمها أكثر من 193 دولة حول العالم خلال المعرض. ونحن على يقين بأن الصين قادرة على أن
تظهر للعالم خلال الاكسبو 2020، خاصه واننا نعلم ان جناح الصين سيكون واحد من اكبر الاجنحه في مساحه 4636 متر مربع، وسيعرض الجناح ثقافه الصين المتنوعه وتاريخها المزدهر الغني اللي هو اكثر عن 4000 سنه من خلال الجمع باسلوب فني من العناصر التقليديه الصينيه والتكنولوجيا الحديثه. فكلنا حماس ونتطلع ان يكون اكسبو 2020 كاحتفاليه للسيطره على الوباء فيروس، ويكون كل العالم يحتفل كل ما بعد.